انا شفتك بتلعبي مع عمه في السرير او بجريده او بعصايه 4 ساعات تموتها عذاب. البنت تحسبها ايوه يا ماما العب زيك يا ماما العب زيك يا ماما. قالت لها هات ايدك يا حبيبتي هات ايدك. اهلا بيكم. تعالوا النهارده نتكلم عن قضيه حصلت في دار السلام القاهره. ابطالها الاب اسمه عماد 45 سنه، الام اسمها حنان 42 سنه، وربنا كرمهم بطفله جميله اسمها ايه عندها 5 سنين. ايه اللي حصل؟ حنان وعماد تعرفوا عن بعض بعد قصه حب، وربنا توج حبهم بالزواج، وربنا رزقهم بالطفلة آية اللي عندها 5 سنين. الأب لاحظ بعد فترة أن نظرات الناس ليه وهو داخل وهو طالع من بيته فيها نوع من الاستهجان، أو نوع من اللي بيسخروا منه، أو أنه هو فابتدى يعني أنت ليه بتبص لي كده، وابتدى فعلا يشوف الناس اللي قريبة منه الناس بتبص. فقالوا له في كلام بيتردد أن زوجتك في ناس بيدخلوا لها بعد خروجك من البيت. فلا ان الكلام ده ابتدى يواجه مراته بيه حنان بيقولوا كذا، قطع لسان اللي يقول كده، ده انا احط اصبعي في عين التخين، مين اللي قال عليا انا الشريفه العفيفه، هم ما يعرفوش انا بنت مين، الا شرف الا اخلاق. وعملتها زعل، يا ست انا واثق فيك بس الناس هم اللي بيقولوا، انا ما اقدرش اقول عليكي كلمه، ما هو انت هو بخرج وبطلع ومية مية، انا بقول لك الناس الكلام ده وصلني. عملتها زعل كبير، وكانت عايز تاخد بنتها ايه وتمشي، وقعد يتحنن عليها ويعتذر لها، والا الشرف والا الكرامه والا العرض، هو انا ملكي غير شرفي وعرضي وانت اهنتني. وانت ابتدى يراقب البيت مش شايف حاجه، يعني طول ما هو هي يمكن غلطته ان هو صرح لها بالكلام ده فخدت يعني حذرها، وبالتالي ما كانش حد بيدخل لها ولا بيطلع لها، لان هو اخر ما غلب ابتدى يروح شغله، ما كان في الاول بيقعد يراقب البيت ما فيش حد اللي بيدخل ولا بيطلع. فقال ان مراتي شريفه وعفيفه، لكن لاحظ ان نظرات الناس ابتدت تتكلم بقى بعد ما كانوا بيتكلموا بينهم وبين بعضهم، اصبح الكلام بينتشر كالهشيم في يعني نار في الهشيم، يعني كلام بالذات جدا، واصبح الكلام بيتقال وهو سامع، يعني بيبقى ماشي يا عم كل واحد يشوف بيته، يا عم شوف كل واحد يخلي باله من مراته، ابتدى الكلام بتلقيح كلام. فالراجل راح قال له بقول لك ايه، انا مش قادر اعيش، ولا قادر انام، ولا قادر اتحرك، ولا قادر اشرب، ولا قادر اكل، لا مش هينفع الكلام ده، معلش يا حنان يا بنت الناس، يلي ويلي ويلي، عمر ما يكون فيه دخان من غير نار. وراح مطلق الست وسابها بعد ما خد تأكيد من احد الجيران الموثوق فيهم، وان هو راجل ملتزم ويعرف ربنا، فقال له انا انت اللي هتقولي لو دي مراتك هتعمل ايه، قال له لو دي مراتي وما تسألنيش عن اي حاجة كنت طلقتها. فالراجل خد ده كارت بلانش، او خد يعني كلمة الراجل صحيح، لا قال له يسب في عرض مرته، ولا قال له في حد بيدخل عليها ولا غيره، هو سأل لو انت مكاني تعمل ايه، قال له طلعها. فخلصت، فراح فعلا طلعها، وحب ياخد البنت منها ايه، قالت له لا ايه معايا مش هديها لك عمري، روح انت اتجوز ولا غور. المهم خدت الشقة وقعدت هي والطفلة ايه بنتها. طب ايه اللي حصل؟ اللي حصل هي بقى عايشة حياتها بالطول وبالعرض. بعد طلاها بأسبوعين البنت بتلعب في البيت، فلقت أمها على السرير ومعاها واحد وهم متجردين من ملابسهم، فدخلت عليها قالت لها طفلة عندها 5 سنين بتضحك، يا ماما شفتك وانت بتلعبي على السرير مع عمه، شفتك وانت بتلعبي على السرير مع عمه، وضحكت وجرت. قامت الأم قفلت الباب، كملت مع صديقها اللي جوه، وبعد كده الراجل قام مشي. طلعت هي قالت لها بقى ايه اللي دخلك جوه، طفله عندها 5 سنين يعني ما تعرفش حاجه، انت يا بنتي مش كنت نايمه، قال لي دخلك جوه. قالت لها هطلع اقول لبابا لما يجي يزورنا انا شفتك بتلعبي مع عمه في السرير، وكنت قاعدين تعملوا حاجات على السرير، يعني بنفس اللفظه الطفله قالت انا شفتك بتلعبي يا ماما على السرير مع عمه الراجل، بيلعبوا على السرير طفله صغيره. ممكن لو ابوها سالها يا بنتي كانوا بيلعبوا ازاي كانت البنت يمكن كانت قالت له. تعمل ايه الام بقى؟ ومش عارف يعني كلمه الام دي خساره فيها، يعني والله حرام نقول ام، حرام نقول عليها ام، وحرام نقول عليها انسانه، وحرام نقول عليها لله الامر من قبل وبعد. طيب تعمل ايه الام بقى؟ الام بعد ما طلع الشاب من عندها راحت ماسكه البنت ايه اللي عندها 5 سنين مكتفاها من ايديها ورجليها بالحبل، وقالت لها انا بقى هعريك اللعبه اللي على صوله،
انت مش عايزه تلعبي؟ البنت تحسبها ايوه يا ماما العب زيك يا ماما العب زيك يا ماما. قالت لها هات ايدك يا حبيبتي هات ايدك، راحت ربطت لقيتها هات رجلها يا حبيبتي كده، وراحت ربطت ايديها ورجليها زي بالظبط لما يكون عندك حيوان هتتبعه. وفضلت بالعصاية الجريدة كده من الجريد، هي دار السلام القاهرة يعني، فضلت تضرب البنت على مدار 4 ساعات. تخيلوا بنت عندها 5 سنين بتصرخ لمدة 4 ساعات لغاية البنت ما ماتت، موتتها عشان البنت ما تتكلمش ولا تحكي. طب انت اتطلقتي وعايشة لوحدك وبتعملي اللي انت عايزاه، خايفة من ايه؟ ايه اللي يخوفك من بنتك اللي عندها 5 سنين لو طلعت قالت في الشارع حتى؟ ما انت اتطلقتي وخلاص والناس كلها عارفين، وجوزك قال لك ان الناس كلها بيتكلموا عليك وعلى سمعتك، انت خايفة على ايه؟ ما تسيب بنتك تقول ولا بنتك تضحك، بنتك طفلة والناس كلهم عارفين، وجوزك طلقك وقال لك الناس بيتكلموا عليك، انت خفت من بنتك ليه؟ هتقول لي مين بنتك؟ اذا كان الشارع كله عارف وجوزك طلقك والناس كلها، بتموتيها ليه يا كافرة؟ وفي الاخر شالت البنت اللي عندها 5 سنين ولفتها ببطانية وراحت لمفتش الصحة عشان تطلع لها شهادة وفاة. طبعا الدكتور الصحة اول ما شاف الجثة وشاف البنت يا نار يعني متشرحة بالعصا بالجريدة على جسمها، طفلة عندها 5 سنين على لحمها زي الملبن هيستحمل ايه؟ جسمها متقطع. راح متصل بالشرطة وتم القبض على الام اللي اعترفت وقالت ايوه آية شافتني على السرير وقالت لي أنا شفتك يا ماما بتلعبي مع عمه على السرير فخفت من الفضيحة. فضيحة إيه؟ ما جوزك مطلقك والجيران عارفينك والناس كلها بتتكلم عليك، فضيحة اللي أنت خاف عليها. وخليك يا ستي عزلي، طب ده طفلة صغيرة خوفيها قولها اوعى تقولي لحد، وأنت عايشين أنت وهي لوحديكم يعني ليه تموتيها؟ أنا من وجهة نظري موتيتها عشان تخلص منها، عشان تبقى إيه؟ ما يبقاش فيه أي قيود عليها، بتطلع تخرج حد يدخل حد يطلع، بس مش منطقي. بنت عندها 5 سنين تعرف فيه ولا تشوف فيه؟ ده تحسبها بتلعب. ده انا بستغرب له، هي دي الامهات اللي تحت اقدامها؟ هي دي الام؟ هي دي الحنينة؟ هي دي اللي بنقول عليها اعز الناس واحن الناس واحب الناس؟ لا يمكن تكون ام ولا يمكن تكون بشر ولا يمكن تكون اصلا اي شيء. الحيوان ما بيعملش في ابنه او بنته كده. الحيوان هات لي حيوان بيربط ابنه ويقعد يضرب فيه، هات لي حيوان بيعض ابنه ويموته، ده بينط بيها من بيت لبيت. طلع القطة بتنط بولادها من بيت لبيت، الكلب نفس النظام، ده الكلب اللي بيقرب من عياله بس أو ولاده بيغطع. واحنا بقينا اليومين دول بنقتل ولادنا، واللي بيغتصب ولاده واللي بينتهك عرض ولاده ايه ده، واللي بينهش في لحم بناته ايه ده، ايه ده؟ حتى ولادنا يعني مش بنستحي حتى من زمن المحارب. طفلة آية ضحية أمها وأبوها، الأب لما شايف مراته مش كويسة وسلوكها مش منضبط وبتعرف شباب كان المفروض صمم إن ياخد بنت وما يسيبها له. أنت سايب بنت، طب لو ولد هنقول مش إشكال، لكن بنت؟ طب ما هتطلع. مش عندنا مثل في الريف بيقول لك اقلب القدره على فمها تطلع البنت لامها؟ انت ساب البنت اللي عندها 5 سنين امها تربيها؟ ما كانت تطلع زي امها. كنت لازم تاخد بنتك معاك. صحيح انت ما عندكش دليل، وصحيح ان كل الكلام قالولي، لكن يا سيدي ما فيش دخان من غير نار. خد بنتك ارحمها من الجو الفاسد ده. يعني غلطة البنت او جرأة الام ان سابت الباب مفتوح وهي تيالها ان البنت نايمه في اوضتها. طب النايم ده مش بيصحى؟ طب البنت لما تصحى ما كنتش متوقع انها تدخل عليكي؟ شيء طبيعي، اي طفل بيقوم ينوب بيقول في الماما، اي طفل قال يا رب. البنت قامت بتسب بتدور على ماما فين، بتدور دخلت لها هنا ما لقيتهاش، دخلت لها اوضه النوم لقيتها بتلعب على السرير مع واحد. البنت بتقول لها شفتك يا ماما بتلعبي مع عمه على السرير. ادي غلطه البنت اللي غلطتها، اللي دفعت حياتها هي لسه شافت الحياه. ده عندها 5 سنين. وفي الاخر كمان راح اطلع لها شهاده وفاه ان وفاه طبيعيه. وفاه طبيعيه ايه؟ ونشكر فعلا الطب الشرعي بدار السلام والقائمين عليه، لانه فعلا اكتشفوا ما قدرش. اي على فكره في بعض الاطباء الشرعيين او بعض الاطباء اللي هو طبيب الصحه خلاص طفل عندها 5 سنين بيكتب وفاه طبيعيه خلاص ما حدش هيشك، لكن ده راجل عنده ضمير شاف وعرف وراقب وبلغ الشرطه وطبط عليها واعترفت. بس احنا عايزين احكام رضيعه بقى، لازم تكون احكام رضيعه. ايه المشكله في الاعدام؟ ذنبها الطفلة عندها 5 سنين دي، ذنبها ان ما تعيش عشان ام كافرة.
ليه؟ ليه وصلنا بالجبروت بالشكل ده؟ ليه ما بلاش خاف ربنا؟ هو مش ربنا هيحاسبنا يا جماعة؟ هو ربنا كان يا جماعة قال ما فيش حساب ولا ايه؟ ما في حساب وفي عذاب وفي جنة وفي نار. ام زي دي تطمع في جنة ربنا ازاي؟ اللي يقعد يضرب في بنته 4 ساعات بنشو او بجريدة او بعصاية 4 ساعات تموتها عذاب. فاكرة ان مفيش رب هيحاسبها؟ لله الامر من قبل ومن بعد. اشكركم.